أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يشتكي بعض الشباب أنه مع الصيام لا تخف شهوته، فماذا يفعل وجزاكم الله خيرا؟ أبداً ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم قطعاً أنه سيحصل به المقصود، سيحصل به المقصود بإذن الله. هذا إذا غض طرفه، أما الشيء اللي يصوم ولا يغض طرفه ما يفيده الصيام شيء، أما إذا صام وغض طرفه وابتعد عن مواطن النظر هذا بإذن الله سيكون الصيام، إذا تواصل أو بيصوم يوم وخلاص، لا يتواصل الصيام حتى أنه يؤثر على شهوته. نعم.